كتشوفوا اليوم غادي نشارك معكم واحد السيجور اللي كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الصراحه راني غنتعذب على ودكم. هاد السيجور راه ماشي ديالي وانما هو ديال اختي، انا تكلفت ليها به، صايبت ليها هنايا في الرباط عند الطابيسي ديالي، خديت لها لو ديزاين لي كولور داكشي كامل، وخديت ضربت واحد التماره باش انني نطلعوا للدار على ودكم ونحيدوا لومبالاج ونبارطاجيه معكم، عاد نعاودوا لومبالاج وعاد نهبطوا مع الدروج باش نصيفطوا لاختي في المدينه اللي ساكنه فيها. دونك اول حاجه كنبغي نشكرها بزاف حيت خلاتني نصوروا ليها ونبارطاجيه معكم باش نشارك معكم الثوب البونج العبارات الثمن، المهم كل شيء. اي في نفس الوقت كنتمنى انكم ان عجبتكم هذا الفيديو انكم ما تبخلوش عندنا باللايكات التعاليق وتشتركوا في القناه اللي مازال ما اشتركتوش فيها، لانني مازال غنشارك معكم الفراش ديال الدار ديالي اللي غنفرش، وغادي نشارك معكم حتى الافكار والاصلاحات اللي غندير في المنزل ديالي. اول حاجه غادي نشاركها معكم هو هاد الكنابي هذا. المهم هاد الكنابي البنات دابا راه هو اللي دارج على الموضه، هو اللي طوندونس، كيجي انيق، خدمناه بهاد اللون غري اولا لا كولور غريز، درنا الظهر ماتلاسي ما بين الخياطه والخياطه البنات كاينه 20 سنتيم، والكنابي كله فيه 2 متر. دونك غادي تلاحظوا باننا ما درناش لي زاكودوار، ما درناش تكايات، هادوك التكايات بالنسبه لي انا كيضيعوا الفلوس وكيضيعوا حتى لي سباس، جو بريفير يكون هكا. يخدمنا لو بيتمون اولا داك السوكل باللتر، تقدروا تخدموه باللتر تقدروا تخدموه بشان، بجوجهم كيجيو زوينين. رديت البال مزيان ان حتى الجلسه ديالو تكون مريحه وتكون حتى اللي بغى ينعس فيه يعني ما يضروش ظهرو ويكون كونفورتابل. الوغ هنا غادي نشارك معكم البونج اللي خدمنا به البنات، خدمنا بالبونج ديال 33. ردوا البال ان تردوا البال مع الطابيسي ديالكم يخدم لكم بال 33 بروميي شوا، وتيكون داير به لابياس. لابياس هي هذيك البونجه الزرقاء، خاصها تكون من الفوق وخاصها تكون من التحت، انا كنوريها لكم باش تشوفوا. ولابياس ما يكونش مخرق بحال البغرير، لا البونجات لابياس تكون كلها مقاده، وداك 33 يكون بيض بيض ويكون هكا يكون رطيطب، ملي كتوركوا عليه دغيا تيرجع معكم. فوالا الوغ هنا الكنابي باش نستغلوه ما يبقاش غير محطوط، درنا فيه لوغونجمون البنات. لوغونجمون مهم واخا يكون عندكم اتساع في الدار، علاش؟ حيت كينفعكم، كتجمعوا فيه لي كوسان، كديروا فيه لي بليت ديالكم، كديروا فيه لي بوجوار، مهم كينفع بزاف بزاف. وما كاينلاش اشاك فوا نبداو نقلبوا على المخده فين دايرينها فين دايرين لي بليت، هذا كيبقى واحد الحل اللي زوين بزاف واللي كيخلي لكم تربحوا به ديسباس. الحاجه اللي نوصيكم البنات من تبغيو تصايبوا بحال هذا النوع ديال لي كانابي، ردوا البال مزيان من طابيسي، ضروري الطابيسي اللي تمشيو عنده تكونوا كتيقوا فيه وما يكونش غشاش وكيغش في السلعه، وما تديوهاش في المظاهر زعما تمشيو عند شي بحال واو وتقولوا راه صافي راه صايب ليا داكشي واو. وكونطرير انا راه حضرت لهاد القضيه هذه، كنت كنمشي عند واحد الطابيسي تبارك الله المحل ديالو كي داير الطوخو، يشوفوا اللي حصل الحظ ان لاتولي ديالو كان قدام باب داري، دونك كنت كل صباح كنشوف السلعه اللي كيخدم بها الوغ كو كيغش في السلعه كيغش في البونج وكيطلب واحد الثمن اللي خيالي. وبزاف الناس كيمشيو عنده كيخدموا عنده ولكن راه السلعه لداخل راه مغشوشه. الوغ اللي كيعجبني في الطابيسي ديالي انه كتعطيه الموديل كيخرجوا لك بحال ديال لي شوروم بحال داكشي اللي كتشوفوا في لي باج انستغرام. واهم حاجه ان حتى السلعه اللي كيخدم بها السلعه دو برومي شوا كتحضر السلعه وهي كتموضى، والثمن ناقص بزاف بزاف على الرباط وعلى تمارين. دونك هو الوحيد اللي كيدير تاثمينه في المتناول، وحتى فاش كتجلسي كتحسي بديك الجلسه رطبه وكونفورتابل. فوالا دونك كنشكر بزاف الطابيسي ديالي سي مصطفى على الخدمه ديالو، واللي صراحه ما نقدرش نبدلو نهائيا، وهو اللي ان شاء الله غادي نفرش عنده داري. الوغ هنا غنشارك معكم هاد الغونجمون اللي ولا دابا دارج على الموضه. المهم هاد الغونجمون نعطيكم لي ديمونسيون البنات، البروفوندور 80، العلو 45، وهنايا العرض 30 سنتيم. دونك قيدوا عندكم هاد لي ميجور. الوغ هاد الغونجمون صايبناه بالعود ديال لتر باش يتماشى لنا مع البيتمون اللي كاين في الكنابي.
بزاف الناس ما كيديروش فيه الميكانيزم، كيديروا غير خاوي، ولكن حنا فضلنا ان نديروه بالميكانيزم باش نستغلوا هذاك الاسباس اللي كاين الداخل. الصراحه كيهز الغرق الغرق، اي حاجه تالفه ليكم، اي حاجه محطوطه ممكن تخبيوها تما وتهناو منها، لي بريز لي هذوك لي تيليكوموند الشارجورات، اي حاجه طيح لكم على البال. شفتوا ملي كتكوني هكا جالسه كتفرجي كتبغي شي تيليكوموند كتحلي كتجبديها وكيجي داكشي براتيك وترو ترو كلاس. المهم بالنسبه للاثمنه راه غنخليهم لكم في اخر الفيديو ان شاء الله، ونعطيكم الثمن ديال كل حاجه باش تستافدوا. بيان سور دابا غادي ندوزو للطابي اي سيجور كي خصنا نديرو لو طابي ديالو. هاد الطابي راني كنت ديجا بارطاجيتها معكم صراحه، واعره 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 واعره. خديناها في هاد لا كولور بلون كاسي بيج، في الليل كتكون بيج، في النهار كتولي برون كاسي. المهم كتماوج دايره بحال الشكل ديال المبره. خدينا فيها 2 متر على متر ونص هكا، كتجي مهبره. وخديناها اوني يعني خديناها سامبل، حنا اكسبري خديناها سامبل على ود ملي تتكون الدار عندنا مضيقه من الاحسن بلا ما ناخذ شي حاجه اللي تتكون امبريمي باش ما عمرها تطلع لنا في الراس. داك الوغ بالنسبه للثمن، هاد طابي خديناه ب 170 درهم المترو، تقامت ب 600 درهم، جوج مترو على متر ونص. وهذه راه الكاليتي الاولى الرطبه الغليظه، هاتو راها فنه يا البنات، دونك ردوا البال. هنا غادي نبارطاجي معكم لي كوسان اللي خدمنا بهم هاد الكنابي. الوغ باش ما يجيش داكشي طخو شارجي حاولنا نخدمو بالوان هادئه جدا. خدمنا بالكري لا كولور ديال الكنابي، خدمنا بالموتارد، خدمنا بالكري كلير. الكنابي درنا فيه 6 المخدات، ما بغيناش نكثروا بزاف. اي دايوغ راكم كتعرفوا بان المخدات راه اشاك فوا كتبدليهم باش كتفيقي الكنابي ديالك وكتبدلي حتى الشوفه. وباش نكملوا السيجور ديالنا، درنا هاد لي بوف اللي خدمنا على هاد لو موديل اللي كيجي سامبل، ولكن البنات راه كيجي كلاس، راه تيقول لك لا بوتي اي دون لا سامبليسيتي. هاد الموديل راه ما يطلعش ليكم في الراس نهائيا، دار ليه هاد الرجيلات هادو كيجيو صغيورين ما تيبانوش فريمون، كيطلعوا في الواقع راه احسن واحسن من لا فيديو. لا فيديو ما عطاتوش الكاميرا ما عطاتهمش حقهم. دونك بالنسبه لي ديمونسيون البنات، ديما البوف كتكون قدها قد الكنابي، العلو ديال الكنابي كتجي فيها تقريبا ديك 40 سنتيم، والدوره ديالها كتجي فيها 50 سنتيم صافي. يعني 50 سنتيم راه فيها لابياس اللي كيدار في الجناب داك البونجا الزرقاء، وفيها الثوب وكلشي هي 50. دونك حنا درنا جوج ديال لي بوف باش هكا كان وليدات صغار كان شي حد بغى يجلس كيجلس عليهم. هنا غنكمل لكم غير بالاكسسوار ديالي، حيت كيف ما كتعرفوا هاد الكناب هاد السيجور كامل راه ماشي ديالي، راه ديال اختي انا، غير مسخره ليها انا، غير اختاريت ليها الالوان، حاولت نختار ليها التيشو، حاولت نختار ليها الديزاين، حاولت نختار ليها الطابي. المهم انا اعتمدت عليا في الذوق ديالي حيت كتثق فيه، وكنشكرها بزاف على هاد الثقه هادي. مي هو راه ماشي ديالي انا، ان شاء الله قريبا راه غادي نفرج الصالون ديالي ان شاء الله، وغادي نبارطاجيه معكم. ودابا من بعد ما حطينا كل حاجه في بلاصتها غادي ندوزو للمرحله ديال الاثمنه، وغادي نشارك معكم الثمن ديال كل حاجه. الوغ هنا غادي نشارك معكم اول حاجه الكنابي، الكنابي بلي كوسان ديالو البنات، بالميكانيزم، بالثوب، بالسوكل ديال لاتخ، بالعود باش مصايب ديال البوا روج، بالميكانيزم، بالبونجا ديال 33، بلا بياس. مهم كيحسبوا هاد الطابيسي ديالي ب 1350 يعني 1350 درهم المترو. يعني الكنابي اللي حسبته جوج مترو كيتقام ب 54 الف ريال، يعني 2700 درهم، 2700 درهم الكنابي بوحده. هاد الثمن راه ما غتلقاوش حيت الاغلبيه تقول كيبدا من 1700 درهم وهو طالع، ولكن هاد السي مصطفى الصراحه كيستاهل واحد يشجعو ويدعمو. علاش؟ حيت كيبغي يربح الكليان، وتبارك الله اي واحد صايب عنده الا وكيرجع يصايب عنده، وتبارك الله راه خدام داكشي رفع حيت عنده الجوده وعنده حتى الكلمه الطيبه. المهم انا صراحه هو اللي غادي يصايب ليا، والبنات اللي غادي يبغيو يتواصلوا معاه غنخلي لكم نيمو التليفون، راه كيخدم في المغرب كامل وكيليفري المغرب كامل، وعنده تبارك الله واحد ليكيب اللي هي كبيره واللي اللي كتصنط، فهمتوني؟ دونك فوالا، هذا فيما يخص الكنابي. اش غادي نقول لكم، ملي تبغيو تصايبوا الكنابي ضروري ضروري تصايبوه عند معلم حريفي، حيت باش يخدم لكم الظهر بهذه الطريقه راه قليل فين تلقاو بحال هذه الخدمه.
دونك فوالا، هذا هو الثمن ديال الكنابي. دابا غادي ندوزو لي بوف. الوغ بالنسبه لي بوف البنات، صايبناهم عنده 250 درهم البوف الوحده، ومصايبه بالليتر، يعني الداخل ديالها راه لاتر ماشي لعب. دونك جوج بوفات كيتقاموا ب 500 درهم، اي جو تروف ان الثمن راه في المتناول. الوغ بالنسبه لديك، بالنسبه للطابي ديجا راني شاركت معكم الثمن، طلعت ب 600 درهم، طلعت لاختي ب 600 درهم. اي بالنسبه لهذيك الصندوقه اللي ديال الرونجمون، هذيك صايبناها ب 550 درهم ديال اللاتر بالميكانيزم وبكلشي. دونك جيسبر نكون جاوبتكم، زعما عطيتكم لو ماكسيموم ديال المعلومات. وقبل ما ننسى البنات، ملي تبغيو تصايبوا هذا النوع ديال لي كانابي، ردوا البال واش هذا الكنابي غيطلع لكم مع الدروج، واش غيدخل لكم مع الباب. البيبان راه ماشي نفس العبار، كاين الباب اللي قصير، كاين الباب اللي طويل، كاين الباب اللي عريض، كاين الباب اللي مضيق. لهذا ضروري يجي عندكم الطابيسي للدار ويشوف فين غيطلع الكنابي ويشوف فين غيدخل الباب، باش هكا يكون هو اللي كيتحمل المسؤوليه ماشي نتوما. وهذا النوع ديال لي كانابي البنات راه كيتفصل، يعني ساهل، يعني حتى الناس اللي عندهم الضيق راه ممكن حتى للدار كاع ويمونطيه ليك. غير نتوما ديما في العرض ما تفوتوش 80 سنتيم، راه مزيانه. كيبقى لكم غير الطول، سواء ديروا 2 متر ومترو 80، المهم على حساب لي سباس اللي كاين عندكم. ودائما الا كان عندكم اسباس صغير بارك عليكم، غير كنابي واحد بلا ما ديروا داك ال اولا داك الاو، حيت غير كتخنق الدنيا. دونك فوالا غزالات ديالي، كنتمنى هاد لا فيديو تكونوا استفدتوا منها، واي سؤال عندكم خليوه ليا في الاسفل في التعاليق، وكنتمنى ما تبخلوش لنا بلي لايك بلي كومونتير وتبارطاجيو هاد لا فيديو، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.